السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله ديما تكونوا على خير وبخير. اليوم غندير معكم فيديو ديال الزيتون اللي كيتهرس، كيجي رائع وكيجي زوين. نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. غادي نقول لكم الطريقه ديال الزيتون. هاد الزيتون هذا كيوجد قبل الزيتون العادي، الزيتون اللي كنديرو منه الزيت. الزيتون هذا كيوجد هو الاول. الزيتون هذا حنا كنقولو هنا في المغرب مسلالة. هاد الزيتون كيوجد طغية، وتبارك الله كيكون تامر. كنهرسوه، اللي بغى يصوبو مخلل كيصوبو كيخليه يحلى، واللي بغى عاوتاني كيديرو هكا كغير مليحه، كيحيدو من الماء ويديرلو مليحه، يرش عليه مليحه وياكلو هكا في الفطور في الكوطي. واللي بغى يخللو عاوتاني كيديرلو الليمون، ديرلو الحامض. داك الحامض ملي كنديروه له كنخليوه حتى كيلملحه والحامض، كنخليوه حتى كيشرب داك الحامض ديالو مزيان، وعاد كنبداو ناكلوه. هذا الزيتون هذا ما كيصبرش بزاف. الطريقه ديالو كيوجد هو الاول وكينسكل هو الاول، ما كيجي يلحق عليه الزيتون كنديرو منو الزيت، كتبقى هذا تسالى. هذا كيبقى الا بقى في الماء دغيا كيضيع، ولا بقى مع الليمون كذلك خصو يتسكل دغيا. كيطولش بحال الزيتون، بحال دابا كيدوز حتى 6 شهور حتى 4 شهور. الزيتون العادي كيطول، الا شقيناه كيطول، وكيف ما درنا له كيطول سميتو في الماء، ولا في الليمون في الحامض، ولا في كيف ما درتولو. هذا الزيتون هذا خصنا نصوبوه وناكلوه دغيا، ما نخليوهش يتعطل بزاف، حيت هو ما كيتحملش يتعطل. هذه الحجره علاش غادي نهرسو، غادي نفرش لها باش ما ديرناش الصداع. الحجره هذه مخلياها خاصه للزيتون باش نهرس. علاش كنهرس الزيتون؟ درت لها هاد الطريف ديال الثوب. الحجره هادي عاوتاني بها كنهرس، نظفتهم ونظفت هاد الحجره هادي غليظه، درت لها ميكا احتياط واجب، ضروري نزيدو ميكا باش بنادم كيتفادى اي حاجه كانت. هاد البانيو هذا غادي ندير فيه، غادي اللي هرستها غادي نحطها فيه. يعني نبداو بسم الله على بركه الله. الطريقه ديالو ضروري نديرو له هكا، ها هو نحلو الحبه ديال الزيتون، نوريكم الطريقه ديالو. كاين اللي ما كيفهمش لهذاك هكا الزيتون، بالنسبه للبنات مبتدئات الى جاب لها الراجل الزيتون ما تحيرش فيه. وغنوريكم حتى الزيتون مخلل بالحامض، نوريكم الطريقه ديالو حتى هو. من بعد ما غادي يحلى لي هاد الزيتون هذا نوريكم الطريقه ديالو كيفاش نصوبو له الليمون ولا الحامض. بالنسبه كيجي رائع. ونوريكم الطريقه ديالو من بعد ما غادي نهرس هاد الزيتون هكا،
غادي نهرسو وغادي نوريكم الطريقه ديالو باش يحلى دغيا. يحلى غير في 6 ايام ولا 7 ايام يكون حلو. داك الساعه اللي بغى يدير له الليمون، اللي بغى يدير له حامض عفوا، حنا كنقولوا الليمون حامض ولا الليمون، كل واحد بالنسبه الطريقه ديال الحامض. حنا هنا فاس كنقولوا الليمون، وبلايص اخرين كيقولوا الحامض. ايوا نتمنى من الله ما نغلطو حتى فشي حاجه. حتى حنا وراونا مواطنا وعزيزتنا، وراونا الطريقه كيفاش نصوبوا الزيتون، كيفاش نخللوه، كيفاش هكا نشقوه، كيفاش اي حاجه. حتى واحد ما كيخلق معلم، حطنا في الدنيا وحنا كنتعلموا الطريقه ديالو. دابا هي هذه، غادي نغسلو هاد الزيتون، غادي نخويه فهاد السطير. اصلا هاد السطر هو اللي غادي ندير فيه هاد الزيتون، غادي نكبو فيه. سمحوا لنا على هاد الصداع ديال الزنقه، قرابي للزنقه فيه كاين الصداع بزاف. دابا غادي نخوي عليها المطايب، غندير هاد المطايب باش بها كيحلى. غادي ندير الملحه، ولا غادي نغسلها بالملحه والمطايب. دابا غنكب عليها هاد المطايب كله ونخليها واحد شويه، ونبقى نحركها مع هاد الملحه. هاد المطايب وهاد الملحه هما اللي غادي بها غادي تحلى دغيا. غادي نحركو بهاد الغرفه ديال الخشب، من بعد عاد غادي ندير شبكه ونصفيه. هاد الحروريه اللي داك الماء ديالو مر كله غادي يخرج لنا في هاد، غادي نقص منه شي شويه ديال المروريه. الزيتون الا بغيتوه يحلى لكم دغيا، بالنسبه اللي مهرس الزيتون اللي مهرس، الماء طايب بغي كيزرب عليه. نخليوها واحد شويه وعاد نوليو عليه نصفيه. غادي نصفيها ونديرها في هاد الشبكه، درت البانيو من التحت، نصفيو هاد الزيتون ديالنا هكا من هاد الملح والمطايب. ندير له الماء بارد دابا، الزيتون ديالي هو هذا، غير درت له الملح و بدلت له الماء. هذا هو الماء ديالو، الماء ديالو عادي، الماء اللي صفيت منه كحل، ديك المروريه حيدتها منه. درت له الماء بارد، درت له مليحه، راني سحاب لي كنصور وانا لقيت التليفون واقف، ما شي لقطات ما تصوروش، ولقطات لي ما تصوروش هما هادو اللي كنقولهم لكم.
بعد ما صفيتو حيت منو داك الماء مر، درت له مويه بارده والمليحه، درت له الملح بزايد. كل نهار غادي نبدل عليه الماء وندير له عاوتاني الملحه باش يحلى دغيا، 6 ايام ولا 7 ايام يكون حلو ان شاء الله. نتمنى من الله نكون فدتكم في هاد، عطيتكم شي حاجه اللي تفيدكم في هاد الزيتون، التصوير ديال الزيتون. لعجبكم هاد الفيديو